بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وعد الله سبحانه وتعالى علينا بالخير والمحبة والتكاتف والتسامح. نحتاج للتكاتف والتسامح ونحتاج المحبة في هذا الوضع وفي هذا الظرف الحساس. أقف اليوم معكم في هذه الجامعة العريقة، جامعة الموصل في مدينة الموصل العزيزة. أقف واستذكر ما جرى قبل سنوات في هذه المدينة. استذكر عندما أراد وحوش الأرض وخوارج العصر اختطاف هذه المدينة وجعلها عاصمة لخلافتهم المزعومة. استذكر هذه الأيام من هذا المكان الذي تحول من مكان عريق للعلم إلى مادة لبث السموم والكراهية في العراق وفي العالم. وكذلك استذكر مثل هذه الأيام وقبل سنوات أيضا البطولات التي قدمها العراقيون، أبطالنا في الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الباشمركة والشرطة الاتحادية والأجهزة الأمنية، كلها حاربت من أجل العراق، حاربت هذا الإرهاب من أجل العراق ومن أجل العالم. هزموا هذه العصابات بإرادة وعزيمة عراقية خالصة من أجل العراق ومستقبل أبنائه. حاربوا هذه العصابات بعزم لا يلين وبقوة وبعقيدة وطنية. عندما فقدنا الهوية الوطنية خسرنا الموصل وخسرنا نينوى ومناطق كثيرة من العراق، وعليه يجب أن نحافظ على هذه العقيدة الوطنية التي ساعدتنا بالتخلص من هذه الجماعات. هذا النص كان حليفنا، وهذا النص كان مكتوب على جباه العراقيون بأن العراق لا يهزم. أخوتي أهلي الكرام في عموم العراق وفي كل مكان، ندرك جميعا أن المرحلة حساسة وأن العراق يمر بظروف صعبة وتحديات فرضها الواقع السياسي، ولكن العراق وبتضافر جهود أبنائه وكل الخيرين من القوى الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية العراقية قادرة على تجاوز الأزمة وصياغة حل وطني ينتقل بالعراق نحو الأفضل. نجتمع سوية علينا كعراقيين من أجل صناعة المصلحة العامة وخدمة المجتمع وخدمة الشعب. يجب أن نتعاون سوية وأن نعطي فرصة للجميع بالمشاركة بالخدمة العامة. نحتاج إلى بناء هوية وطنية عراقية ونحتاج إلى التكامل والتكافل. تاريخ العراق ووحدته وسلامة المجتمع العراقي مسؤولية كبرى، لا يمكن أن تنجح الحكومة وحدها في تحمل مسؤوليتها، وإنما نجاحها مرهون بالوعي الشعبي ومرهون بأن نضحي من أجل العراق، نبني كل جسور الثقة فيما بيننا من أجل أن نصل إلى رؤية وطنية تساهم في عبور هذه المرحلة الحساسة والعمل على بناء مؤسسات الدولة وأن تكون قادرة على صناعة الأمل التي تليق بطلعات أهلنا. لن أطيل عليكم بالكلام عن التحديات، والخصوص نحن في أول أيام العيد نحتاج أن نصنع الأمل والبهجة في نفوس كل العراقيين، ولكن سأقول أن دعمكم وصمودكم أمام التحديات مهم، وأن تقييمكم ومراقبتكم لأداء الحكومة كان مهما جدا في تقويمها
ومنعها من الانحراف عن أي سوء. لقد كان تقييمكم عونا وسيبقى إن شاء الله، فقد كنا في كل خطوة نقوم بها نضع أمام عيوننا مصلحة العراقيين ومصالح البلد العليا، وبالاعتماد على إرادتكم إن شاء الله نعبر هذه المرحلة الحساسة. تعرف الظروف التي أتت بهذه الحكومة بعدما كانت هناك حراك اجتماعي وحركة شبابية تشرينية تطالب بالإصلاح في النظام السياسي. جاءت الحكومة وحملت تحديات كبيرة جئنا، وكان الوضع الاقتصادي في بدايات انهيار في أسعار النفط، وكانت كذلك وباء كورونا، وكانت هناك تحديات أمنية كبيرة. الحمد لله عبرناها بقوتكم وبدعمكم، وسوف ننجح إن شاء الله في المستقبل. اليوم من الموصل من محافظة نينوى أعرف الناس عندها مطالب وعندها احتياجات، ولكن أجب أذكر هالحكومة قامت بكثير من الأعمال. كانت عندنا مشاريع متلكة الحمد لله والشكر أنجزنا أغلبها. المستشفيات المتلكة الحمد لله أنجزناها. فتحنا أكثر محطة كهرباء في سامراء في محافظة صلاح الدين في ميسان في المثنى وفي الناصرية، وقمنا بمجموعة مشاريع افتتحناها في محافظة الموصل. وكان عندنا مشروع كنت أتمنى أضع حجر أساسه لزيارتي الماضية، هو مشروع مطار الموصل، ولكن اكتشفنا هناك نواقص بالإجراءات، فما أريد أكون أواعد وعد ما أوفي به، ولهذا رفضت أن أضع حجر أساس لمشروع غير مكتمل ظروف تنفيذه. والحمد لله والشكر تبنيت الموضوع، وعندي اجتماعات أسبوعية، واستدعينا محافظ نينوى إلى بغداد مع فريق وزاري، وإن شاء الله خلال هذا الشهر نأتي إلى محافظة نينوى ونضع حجر أساس لمطار الموصل في الأسابيع القادمة لا تتجاوز شهر تموز. أعرف أكو تحدي آخر في المحافظة هي موضوع الوقود، مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يستغل ظروف المحافظة ويقوم بعمليات تهريب. نجحنا بإيقاف التهريب في الأسابيع الماضية في محافظة ديالة وكركوك، وجاء الدور لإيقاف عمليات التهريب في محافظة نينوى. أطلب من المواطنين في هذه المحافظة الكريمة وأهلها الكرام أن يسجلوا على البطاقة أتوفر لهم الوقود. أتبنى عليكم التعاون مع الأجهزة الأمنية التي تقوم بدور فعال بحفظ أمن العراقيين، وقدمت الكثير من التضحيات. مساعدة الناس ووقوفهم مع الأجهزة الأمنية سوف يساعد كثيرا في توفير الأمن الوقائي. لا تطيل عليكم، ولكن يجب أن نتجاوز الكثير من محن، ولكن أمامنا الكثير من الخيارات لتجاوزها، ولكن يجب أن ندرك الجميع أن العراق يمتلك الفرصة. لا نستسلم للصعاب، يجب علينا العمل للنهوض بواقع العراق وبواقع العراق في كل محافظاتنا وفي كل مدننا وقرانا، لكي نؤسس لعمل يليق في خدمة العراقيين وحفظ كرامتهم. لم تمنح الحكومة فرصة كافية، ولكنها صنعت فرصة من أنصاف الفرص. أمن الوطن وأمن العراق وسلامة المجتمع أمانة في أعناقنا. ما دمنا في موقع المسؤولية فإن قوت الناس أمانة في أعناقنا. ما زلنا في المسؤولية فإن الأمن وسلامة المجتمع أمانة في أعناقنا. ونحن بتسهيل من الله عز وجل ودعم شعبنا وقوانا السياسية الوطنية لا نفرط بأمانة الوطن. أوجه من هنا وبحضور نداء إلى كل القوى السياسية الوطنية العراقية ولكل الشخصيات
والأحزاب. إن التحديات أمامنا كبيرة، ولكن فرصة أكبر بكثير. تعالوا إلى كلمة سواء سوية تجمعنا على خدمة الشعب والوطن، وتعاونوا على رفع العقبات وبناء البلد، وليكن العراق أولاً ثم العراق أولاً وثانياً وثالثاً العراق، ويبقى العراق أولاً. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وعراقنا بألف خير، ونتمنى لكم جميعاً الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.